بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً كنا عارفين بأن المباراة اليوم هتكون مباراة صعبة، خاصة أن فريق حسن تكادير لآخر مباراة في الذهاب غيجبها من الملعب ديالو، ومن بعد واحد مجموعة ديال المباريات اللي مكانش محققش نتائج إيجابية، وبالتالي كنا عارفين غيكون علينا ضغط. حنا دورنا المباراة الأخيرة هزمنا في الملعب ديالنا، كنا تنبحثو على أننا منهزموش اليوم. لعبنا الأسلوب ديالنا، يعني دافعنا جيدا وانتظرنا أننا تكون شي خطأ من الخصم. الهدف اللي سجلناه خطأ ديال اللاعبين الحسنية، صغرنا الحمد لله سجلنا هدف، كان ممكن نسجلو هدف آخر، ولكن التوقيت ديال الهدف كان مهم بالنسبة لنا مع نهاية ديال الشوط الأول. الشوط الثاني حاولنا أننا نستغلو الفراغات اللي غيخليو، ما سجلناش، ضغطوا علينا بطبيعة الحال، داروا تغييرات. تنظن بأن دافعنا بشكل جيد، ما كانوش فرص واضحة للحسنية. تنهني اللاعبين على الجدية ديالهم، لأن ماشي سهل أنك تنتصر هنا في أكادير، خاصة بعد من الهزيمة ديالنا الأخيرة، وجيت سعيد بالنقاط والأداء ديال مجموعة ديال اللاعبين. ممكن نوه بناناح، ممكن نوه قاسمي، مش اللاعبين كانوا ممتازين اليوم مع البقية اللي دخلوا عطاو إضافة. الترتيب ديالنا فهو جيد، نتمنى إن شاء الله أننا نستمروا بحال هكا. مساء الخير. شكي وجوب فوم جوب يبغاو ديال النيس. بالنسبة كانت المباراة متقاربة ما بين الفريقين. مش مون إيكيب كي جوغا بين كونسنترات، مون إيكيب كي جوغا كون ومعكسان فوحش ميتون. بالنسبة لنا قابلنا اليوم منافس اللي هو مركز، لأن المنافس اللي هو عنده طريقة معصاقة مجدور، وعندهم يعني عندهم أمان وثبات في الخط الدفاعي. سي بريبا لأسي موتو دا جوج بوليز أوت، وش دانو بوليز أوت، وشنو كيعتمد على الكور الطويلة، لأن عندهم لعيبة قامتهم طويلة. بريمير تيمب أجيك شو ديشو دي أون بوكو دي سباس بو لوج فولونش اللي جوغاي. بالنسبة للشوط الأول يعني كنا عطينا الفرصة وعطينا المساحات بالنسبة للمحاور تاع المنافس أنه يلعب بالريال. يعني دانو في نهار بريمير تيمب ناش كونسيبت تاعهم زيوز. يعني في نهاية الشوط الأول حاولنا ما أمكن نضبط النقطة هادي. أحسن مسكين ماجم بوسكو دي بوس دي فوالا، كيا ماشي بارسون. يعني كان عندنا الحفاظ على الكره في اخر المباراه، وحاولنا خلقنا فرصتين. داكشي فيهم اوبورتونيداج جابو فيزير، بالنسبه يعني جاتهم فرصه وحده واستغلوها. ناش فيهم شنو هدف فيهم سا ترانكوليداج و كاباسيتي فازي. هما كانت عندهم الهدوء وكانت عندهم نجاعيه تسجيل الهدف. Depois o jogo se tornou aquele jogo que uma equipe ataca, outra defende. Ele manda a tentativa de fechar também, né? تولي في الحالة هذه أنه فريق كيدافع وفريق كيهاجم، وزعر موتو دو كونتر أتاك، يعني يعتمد على المرتدات. ميجم أجينت كونسيغيندو باراو كونتر أتاك جينا نا أوريجين. أوكي، رغم أننا كنا متوصلين وكنا يعني يعني كنا مركزين أن من تحديد خطورات المرتدات. نايش فوتو سيمون زيس ان بوكو مايش كواليداج فو نايش. ولكن الكاليتي يعني الجودة. كريعاموز مايش سيتواسيون. كنقصنا الجودة يعني في تحقيق المرتبة وتسجيل الأهداف. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.